السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة، هو سؤال تصويب ما بين القوسين I can't eat all this food, I am on a diet, I am on a diet يعني أنا يعني عامل رجيم. on a diet يعني عامل رجيم. علي lost all his money, علي فقد كل فلوسه. and now he is in debt, he is in debt يعني في غارق في الديون. in debt يعني غارق في الديون. I always wake up at dawn. طبعا at dawn فترة dawn اللي هي فترة الفجر، بنقول عليها at dawn فجرا. بنبارك لكل أحبتنا اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز ده، وأنا سعيد جدا جدا بكمية التفاعل الجميلة اللي كانت على الفيديو، كمية التعليقات الصحيحة. بس في ناس كتير أخطأت في إجابة السؤال الأول للأسف. تعالوا مع بعض نكرم أبطالنا اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الـ3 أسئلة في لوحة شرف القناة. هنبدأ مع أول طالبة متفوقة قامت بالإجابة، وهي الطالبة أسماء أحمد محمد البحيرة، غادة فريد عيسى من المنوفية، سارة عادل إبراهيم الشرقية، حسناء عبد الوهاب سوهاج، ندى أحمد المحروق المنوفية، سما محمود محمد الدقهلية، ياسمين عبدو القليوبية، بسملة زهران البحيرة، ملك محمد إبراهيم القليوبية، ندى محروس محمد حبكة البحيرة، مريم فادي، عبد الرحمن الدهان من الغربية، فرح أحمد محمد عبد الباسط من المنصورة، محمد عبد الله حمد من الغربية، في أكاونت باسم يحيى سبورت، نجلاء ياسر عرفات الدقهلية، زيزو ستارز ده اكونت تاني باسم زيزو ستارز، كيرلس ظريف، محمد عامر عبد الله السيد من الفيوم، سلمى محمد محمد ابراهيم من كفر الشيخ، رغدة اسماعيل نادي من اسيوط، مودة اللبان من دمياط، عمرو عبد المنعم عمر محمد من الاسكندرية. بنبارك لكم احبتنا، ويا رب دايما دعواتنا لكم بدوام التفوق باذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي، هو عبارة عن شرح للجرامر الوحدة التانية، شرح للجرامر الخاص بالوحدة التانية إن شاء الله هنشرحه مع بعض. وهسيب لكم أسفل هذا الفيديو جميع فيديوهات شرح وامتحانات الصف الثالث الإعدادي، للي ما اطلعش عليها يطلع عليها. وهسيب لكم روابط الاشتراك معانا في جروب الواتس وجروب تليجرام والجروب بتاع الفيس، يا ريت تنضموا لينا علشان يزيد التفاعل بينا. وبفكركم احبتي ان انتوا تفضلوا معانا لنهايه الفيديو علشان تستفيدوا اقصى استفاده من الجرامر اللي هنشرحه مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهايه الفيديو. ولو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناه. احبتي هنبدا مع بعض الشرح على بركه الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم احبتي طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي. مستر جوده معاكم من قناتكم جوده عوده، ويسعدني النهارده ان انا اقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده احبتي هو شرح للجرامر الخاص باليونت 2 الوحده الثانيه منهج الصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله الشرح ده او الوحده دي هينقسم الجرامر بتاعها على فيديوهين. الفيديو الاول هنشرح فيه الكومباريتيف اند السوبرلاتيف، والجزء الثاني ان شاء الله في نفس الفيديو هنشرح فيه both وايذر ونايذر ونان. انا عارف ان التو جرامرز مختلفين، بس هما الاثنين محطوطين في نفس الدرس في اليونت، الجزء الاول من يونت 2. تعالوا مع بعض نبدا بالكومباريتيف اند السوبرلاتيف ادجكتيفز. طبعا هنبدا اول حاجه بالكومباريتيف ادجكتيفز اللي هي صفات المقارنه. كومباريتيف ادجكتيفز، comparative adjectives.
صفات المقارنة. صفات المقارنة بنقارن فيها بين حد وحد، أو بين شخص وشخص، أو بين مدينة ومدينة، أو ممكن حتى لو بين حيوان وحيوان آخر. أي شيئين ممكن نقارن بينهم باستخدام الكومباراتيف أدجكتيف. وإزاي هنكونها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عندي في تكوين الكومباراتيف أدجكتيفز في نوعين. في نوع لو الصفة قصيرة زي طول، صفة من الصفات القصيرة طول، تمام؟ صفة طول من الصفات القصيرة. لما أجي أقارن بين مثلا يعني بين علي وأحمد أو عمر، عشان أحمد وعمر، تمام؟ بقارن بين علي وعمر في صفة اللي هي الطول، عايز أقول علي أطول من عمر، تمام؟ هعمل إيه؟ طبعا هنا في يكون لازم نحطها. بيقول لي حط ER، حط ER للصفة القصيرة ثم كلمة than، يبقى taller than يعني أطول من، يبقى علي is taller than. يبقى أول نوع لما أجي أعمل مقارنة بين حد وحد أو شخص وشخص في صفة قصيرة بضيف لها ER ثم than. طيب في إيه تاني ممكن أقول old؟ old يعني كبير في السن، هضيف لها الER تبقى older than، تمام؟ small smaller than، big bigger than، تمام؟ طيب لو الصفة طويلة، لو الصفة طويلة بقى مش هينفع اضيف لها ER كمان. تعالوا نشوف، ناخد مثال كده. بيقول لي مثلا in the snake، الثعبان، اقارن بينه وبين the rabbit، rabbit اللي هو الارنب، في صفة اللي هي dangerous. dangerous من الصفات الطويلة مكونة من اكثر من مقطع، ما هيش زي طول، طول كلمة واحدة أو مقطع واحد، لكن dangerous مكونة من ثلاث مقاطع. dangerous مكونة من ثلاث مقاطع، عشان كده ما ينفعش أضيف لها كمان مقطع وأضيف لها الـ ER اللي ضفتها مع taller أو older. يبقى ER هتبقى dangerous، تبقى صعبة في النطق. فالناس بتوع اللغة قال لك إيه؟ قال لك ما تتعبش نفسك، حط بس قبلها كلمة more، حط قبل الصفة الطويلة كلمة more، تمام؟ أو لس والصفة وبعدين كلمة ذان. لو عايز أقول إن السنيك هو أكثر خطورة من الرابت، وده الطبيعي، يبقى the snake is more dangerous than، اللي بالك ذان دي مهمة جدا، من the rabbit. طب لو عايز أجيب العكس بقى أقول الرابت، هقول the rabbit is less dangerous than the snake. لو أنا عكست طبعا الأرنب هيكون أقل، هنا أقل لس وهنا أكثر، تمام؟ حسب المعنى اللي انت عايز تعبر عنه، تمام؟ ده بالنسبه للصفات القصيره والصفات الطويله. ده بالنسبه للكومباريتيف ادجكتيفز. طيب تعالوا نشوف السوبرلاتيف ادجكتيفز. طبعا عندي السوبرلاتيف ادجكتيفز اللي هي صيغه التفضيل العليا. فيها بقارن بين واحد ومجموعة، بين مدينة ومجموعة مدن، بين حيوان ومجموعة حيوانات، بين شيء ومجموعة أشياء، تمام؟ هي دي بسميها صيغة السوبرلاتيف أدجكتيفز أو صفات التفضيل العليا. طيب بنعملها إزاي؟ برضو ليها طريقتين، لو الصفة قصيرة ولو الصفة طويلة. تعالوا نشوف كده، لو الصفة قصيرة زي tall، تمام؟ وهقارن بين علي، ينفع اقارن بينه وبين عمر تاني؟ لا، هقول ايه؟ all in the class، in the class يعني في الفصل كله، بقارن بين علي وبين كل الفصل. طيب تعالوا نشوف كده، علي is، قال لك اعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده، نحط ذا قبل الصفه و est بعد الصفه، يبقى ذا tallest in the class. هنا انا قارنت بين علي وبين كل الفصل، واحد ومجموعة، عشان كده في الصفة القصيرة حطيت قبلها ذا وحطيت معاها اي سي تي. لو عايز اقول ان علي هو الاكبر سنا يبقى ذا اولدست، برضه بضيف لها اي سي تي، ما ننساش الحتة دي يا جماعة. طيب بالنسبة للسوبرلاتيف ادجكتيفز، لو الصفة طويلة سهلة جدا، لو الصفة طويلة عايزين نقول ان انا شايف ان ذا سنيك الثعبان، تمام؟ ها
هقول ان هو الاخطر في الغابة. In the forest. Forest يعني في الغابة. يبقى انا هنا بقارن بين السنيك الثعبان وبين كل الحيوانات اللي في الغابة. In the forest. يبقى هقول the snake is. تمام؟ وعندي dangerous. حط الصفة بتاعتنا. ينفع بقى احط لها ذا دينجراسست، هتبقى طويله، الصفه طويله خالص ومش هينفع ننطقها. فقال لك اعمل ايه؟ ذا سنيك از ذا، هنحط ذا موست لو انا عايز اقول الاكثر، او ذا ليست لو انا حابب اقول الاقل. ذا موست او ذا ليست دينجراس ان ذا فورست. تمام؟ ده بالنسبه للصفه الطويله، بالنسبه للصفات الطويله. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الصفات الشاذة اللي هي ولا بتاخد اي اس تي ولا بتاخد اي ار ولا بترضى تاخد اي حاجة من دول. في عندي بعض الصفات الشاذة، تعالوا نشوفها مع بعض كده. هنعمل الصفة، تمام، والكمباراتيف بتاعها او المقارنة، او خلينا نقول المقارنة جوه شوية، والسوبرلاتيف ديجري. يبقى هنا الادجكتيف الصفة، دي صفات شاذة لازم تحفظ، adjective وبعدين الكومباريتيف بتاعها، المقارنه والسوبرلاتيف التفضيل العليا. تعالوا ناخد اول صفه عندنا هنحفظها، هي صفه good. الكومباريتيف بتاعتها better than، افضل من. better than افضل من. طب السوبرلاتيف the best، الافضل. خلاص good better than افضل من، the best الافضل. طب الصفه اللي بعد كده bad عكس good، bad هنقول worse than في المقارنه، worse than يعني اسوأ من، والتفضيل العليا the worst الاسوأ، the worst يعني الاسوأ. طيب نيجي لصفه زي far بعيد، far يعني بعيد، عايز اقول ابعد من، ليها طريقتين farther او further than. يبقى farther بالايه او further باليو، than والتفضيل العليا the farthest او the furthest التفضيل العليا. طيب نيجي لصفة زي little قليل، little يعني قليل، عايز اقول اقل من، تبقى less than الاقل. ايوه سمع حد بيقول معايا the least الاقل. تمام صفة زي more او سوري زي many او ماتش، من يعني كثير او ماتش، من طبعا الاسماء المعدوده وماتش الاسماء الغير معدوده. ايه المقارنه منها؟ هنقول مور ذان، التفضيل العليا ذا موست. تمام دي كانت اشهر الشواذ او اشهر الصفات اللي لما بجيب الكومباريتيف بتاعتها او السوبرليتيف بغير شكل الصفه، مش بضيف لها اي ار ولا اي اس تي. ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة ويا ريت تتحفظ. في عندي آخر حاجة، معلش نقطة صغيرة كده حابب إن أنا أقولها. في بعض القواعد لإضافة الـ ER، قواعد إضافة الـ ER. نشوف مع بعض كده. لو الصفة آخرها ساكن زي مثلا hot. hot حر. تمام؟ لو عايز أقول أكثر حرارة من، هتبقى hot أضيف لها تي اي ار، بضاعف حرف الساكن واضيف الاي ار. يبقى انا لما يكون الصفه اخرها ساكن قبله متحرك بضاعف الحرف الساكن واضيف الاي ار. وبالنسبه للسوبرلاتيف نفس اللي عملناه، هضاعف التي الحرف الساكن واضيف الاي اس تي بتاعت السوبرلاتيف او التفضيل العليا. تمام تبقى هوتست. طيب بالنسبه للصفات اللي اخرها واي زي هابي،
happy يعني سعيد. عايز اجيب الكومباريتيف بتاعتها قال لي شيل الواي يبقى نشيل الواي تمام ونحط مكانها I E R. وبالنسبة للتفضيل العليا نفس الوضع نحط happy ونشيل منها الواي نحط مكانها I E S T. ده بالنسبة لبعض القواعد لإضافة الـ ER أو إضافة الـ EST لو في عندي صفات بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من شرحنا لUnit 2 الجرامر Unit 2. تعالوا مع بعض نشوف جرامر Unit 2 برضو الجزء الثاني منه. هنمسح الصبورة بتاعتنا both where either where neither where none. في الجرامر الثاني بتاعنا النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض both وايذر ونايذر ونان. هنبدا ببوث. بوث بمعنى كلا من. بوث معناها كلا من. يبقى انا بستخدمها لما اتكلم عن مثنى عن حاجتين اتنين بوث. طيب وبيجي معاها اند. بيجي معاها دايما اند. ناخد مثال كده I bought انا اشتريته both the mobile and the camera. اشتريت الاثنين الموبايل والكاميرا. طبعا انا رحت المحل وكان بابايا معاه فلوس كتير او لسه قابض فقال لي يا ابني انا هشتري لك الموبايل والكاميرا مع بعض الاثنين مع بعض. I bought both the mobile and the camera. لاحظ معايا ارتباط both. خلي بالك ارتباط both ب and. تمام. طيب ناخد مع بعض ان لو both ممكن يجي بعدها اسمين. اقول مثلا I met انا قابلت I met انا قابلت both كلا من علي and احمد. انا قابلت علي واحمد. خلي بالك هنا بوث علي اند احمد. علي اند احمد يبقى اسمين. ممكن يجي بعدها صفتين. ممكن يجي بعد بوث صفتين. زي لما اقول الواد احمد ده فيه صفتين حلوين. اقول الواد احمد فيه صفتين حلوين. أحمد is both clever and polite. ذكي وفي نفس الوقت مؤدب. تمام يبقى أنا جبت بعدها صفتين يبقى both clever and polite. يبقى الواد ده ما حصلش. تمام ده بالنسبة لو جه بعد both صفتين. ممكن يجي بعد both فعلين. تمام زي لما هقول مثلا في المثال اللي هقوله ده when عندما you visit عندما تزور كايرو تزور القاهرة you can يمكنك both shop يمكنك أن تتسوق and have fun. have fun وتمرح. هنعمل الاثنين هنتسوق وهنتفسح ونزقطط. يبقى both shop ده الفعل الأول و have fun الفعل الثاني. حط الفول ستوب. تمام يبقى أنا جبت بعد both فعلين
من الافعال، وممكن اجيب بعدها صفتين، ممكن اجيب بعدها اسمين او شيئين. تمام؟ طيب بص معايا بقى، خلي بالك ان both of ممكن يجي بعدها ثلاث حاجات، كلمة both of، both of معايا، both of يعني كل من، both of ممكن يجي معاها اسم جمع او ضمير مفعول جمع او اسم اشارة جمع، اسم اشارة او ضمير اشارة جمع. ناخد مثال على اسم الجمع كده، اقول مثلا I أو both the children are clever. معناها إن كل من الطفلين أو الأطفال، خلي بالك أنا أقصد مثنى، فأنا بقول both the children جاي بعدها اسم جمع، تمام؟ are خلي بالك هنا إيه، فعل جمع، فعل جمع بعد بوث، لاني اقصد المثنى، والمثنى بيعامل معاملة الجمع في اللغة الانجليزية. ممكن ضمير مفعول جمع، ضمير مفعول جمع ممكن اقول مثلا both، نفس اللي انا قلته of them، both of the children، خلي بالك هنا في of، تمام؟ هنا both of the children them، احط ضمير المفعول المناسب يبقى both of them مكان كلمة the children، وحط are clever زي ما هي. ممكن أحط ضمير إشارة واسم إشارة جمع، أقول both of these، اسماء الإشارة طبعا these، أو these أو those are clever. لاحظ معايا أننا both of في الأولانية جبت بعدها اسم جمع، both of في الثانية جبت ضمير مفعول جمع، حطيت مكان the children ضمير المفعول المناسب ليهم. ممكن both of us ضمير مفعول احنا بس يكون جمع. طيب بعد كده اسم إشارة اللي هو these أو those بعد كلمة both of، both of ممكن both the children، ممكن أقول both the children على طول، تمام؟ أشيل of وأحط برضو of ممكن أحطها. طيب بالنسبة ل both احنا خلصناها كده، يعتبر خلصنا كل حاجة عن both. تعالوا نخش على either أو either، نطقين صح على فكرة، either او either. تعالوا نشوفهم كده مع بعض، either او either. either or معناها اما ده أو ده، تمام؟ إما أو، either or. تعالوا ناخد مثال كده عشان نفهم الأول. either or بتستخدم للتعبير عن برضو حاجتين، عن مثنى، ولكن هنا أنا أقصد إن أنا بخيرك بين إما ده أو ده. في كلمة both كنا بنقصد الاثنين مع بعض، أنا هشتري الموبايل والكاميرا مع بعض، لكن في حالة either or إما هشتري الموبايل أو هشتري الكاميرا، وده اللي هناخده دلوقتي. يبقى I bought، أنا اشتريت either the mobile or the camera. يعني أنا هشتري أو أنا اشتريته either، إما مش فاكر بالظبط اشتريت إيه، بس اشتريت يا إما الموبايل يا إما الكاميرا، تمام؟ ده بالنسبة لإيذر وأور. طيب ممكن يجي بعد إيذر وأور برضو اسمين، شخصين، هنقول مثلا you can ask، you can يمكنك ask either علي or منى they know the answer، هما الاثنين عارفين الايه،
الإجابة. يبقى you can ask، يمكنك أن تسأل either أو either، ناخد بالنا either أو either علي or منى they know the answer. طيب تعالوا نشوف إن أنا لو حطيت بعدهم ممكن أحط بعدهم فعلين أو صفتين. ممكن أقول أحمد can't lift the bag أو the box. أحمد مش قادر يرفع الصندوق. ليه بقى؟ he is either weak or lazy. هو يا إما weak ضعيف يا إما lazy كسول. يبقى أنا هنا بعد كلمة either حطيت بعدها صفة وصفة، يبقى حطيت بعدها صفتين. ده بالنسبة لأيذر، تمام؟ طيب ممكن يجي بعد أيذر فعلين، أقول مثلا when you go to the beach، لما تروح الشط إيه اللي بيحصل؟ you can، يمكنك either يا إما swim or play أو تلعب. ده جاي بعد either، جاي بعدها swim الفعل الأول والفعل الثاني. تعالوا مع بعض، لو عندي either of، either of يعني أيا من، either of، either of ممكن يجي بعدها ثلاث حاجات. ممكن يجي بعدها اسم جمع أو ضمير مفعول، ضمير مفعول جمع أو ضمير إشارة أو اسم إشارة جمع، تمام؟ ممكن يجي حاجة من الثلاثة دول. either of، ناخد مثال كده either، أو المثال either of the boys is strong. لاحظ معايا ان انا جبت هنا is، تمام؟ جبت فعل مفرد بعد either of the boys، ماشي؟ لان انا اقصد هنا حاجة واحدة منهم، اما واحد من الاولاد دول. either قلنا بتعني ان انا بتكلم عن حاجتين اتنين، بخيرك بين حاجة واحدة منهم، مش زي both. both كنت بخيرك، مش بخيرك بقى، بقول لك الاثنين معاك، تمام؟ يبقى either of the boys معناها ان انا واحد من الولدين هيكون strong، عشان كده جبت is مفرد. is ضمير مفعول، ممكن نفس الجملة هحط كده نفس الجملة اللي احنا عملناها either of، وبعدين احط ضمير المفعول بتاعي المناسب them، either of them is strong، تمام؟ ممكن احط اسم اشارة جمع، اقول either of these، either of these او those، اسماء الإشارة these او those بس تكون جمع، وبعدين is برضو، وبعدين strong. مفهومة الحتة دي يا جماعة؟ طيب خلي بالك في جزئية كده عايز اقولها على either. either بص معايا كده، either the boy or his sisters are، أو بلاش are، نقول have a car. إما الولد أو إخواته البنات have a car. لاحظ هنا إن أنا جبت فعل جمع عشان في sisters هنا جمع، تمام؟ طيب أنا بخيرك بين إيه؟ بقول لك إما الولد أو إخواته البنات، تمام؟ طيب الفعل بيتبع الاسم القريب منه، الاسم القريب منه هو sisters جمع، يبقى الفعل لازم يكون جمع. ناخد مثال تاني either the sisters، إما الإخوات البنات or the boy has a car. لاحظ معايا إن أنا جبت هنا has فعل مفرد has، علشان هنا جاي قبلها الاسم اللي قبلها مفرد، تمام؟ ده بالنسبة لإيذر، والاسم الأولاني يكون جمع
or الاسم الثاني مفرد يبقى الفعل بيجي على اساس الاسم الايه الثاني، اما البنات او اخوهم او الولد هو اللي معاه الايه السياره. تمام يا جماعه فهمت الحته دي؟ طب ننتقل الى جزئيه ثانيه مهمه وهي neither nor. neither nor معناها ولد ولدة. تمام؟ يبقى neither nor بتعني ان انا بنفي الصفة عنده وعنده. ناخد مثال، مثلا هقول I bought neither the panties nor the shirt they don't fit me. تمام؟ انا ما اشتريتش، خلي بالك اي بوت هنا معناها ان انا ما اشتريتش ولا البانتس البنطلون نور ولا الشيرت. ليه؟ لان هم مش جايين على مقاسي. fit me they don't fit me. لاحظ معايا ان neither ونور بيجي دايما معاها فعل مثبت مش منفي. لو جه معاها فعل منفي يبقى غلط، لازم يجي معاها فعل مثبت لان هي نفسها بتعني النفي. يبقى انا ما اشتريتش ولا البانتس ولا الشيرت. طيب تعال نشوف لو جه بعد neither ممكن يجي بعدها اسمين او فعلين. ممكن اقول مثلا I met انا قابلت neither علي نور احمد they هم were absent هم كانوا غايبين. ما قابلتش ولا علي تمام ولا احمد. ليه؟ لان هم كانوا غايبين. ممكن neither ونور يجي بعدها صفتين. اقول لك مثلا he can't هو لا يستطيع buy ان يشتري this car او this expensive car. he is neither rich nor wealthy هو ولا غني ولا ثري. تمام؟ يبقى هنا جبت صفتين. هو ما يقدرش يشتري السياره دي. ليه؟ لان هي از نايذر ريتش يعني انا بنفي عنه، ولا هو غني ولا هو ويلفي ثري. تمام؟ يبقى في عندي صفتين، ممكن يجي بعدها صفتين، ممكن يجي فعلين. اقول هي كانت كم he can't come because لانه he neither has a time او has time sorry he neither has time nor has money. يبقى جه بعد neither has time or has money يبقى جه بعدها فعلين. طيب تعالوا نشوف بقى بالنسبه لنايذر و لو قلنا neither معناها ايه؟ معناها مثنى. ناخد تاني برضو neither. neither بتعني ان انا في حاجتين قدامي ولا حاجه من الحاجتين مناسبه ليا ولا حاجه من الحاجتين دول انا هختارها ولا في صفه من الصفتين دول موجوده في الشخص ده. تمام؟ يبقى انا في neither ونور بنفي الصفه عنهم، بنفي الصفه او بنفي الشيء ده عن الحاجتين المثنى اللي انا بتكلم عنهم.
طيب تعالوا نشوف neither of سريعا كده. neither of, neither of ممكن يجي بعدها ضمير اسم جمع او ضمير مفعول جمع او اسم إشارة جمع. ناخد مثال neither of, neither of the boys is weak. أنا بنفي عن الولدين, خلي بالك neither معناها إيه؟ مثنى. بنفي عن الولدين إن هما يكونوا weak, وخلي بالك جاي بعدها فعل مفرد. neither of the boys جاي اسم جمع بيجي بعدها فعل مفرد. الولدين خلي بالك هنا مثنى, ولو ان هي تبان انها جمع لاننا ما عندناش في اللغه الانجليزيه مثنى. طب ضمير مفعول جمع neither زي ما هي, of مثلا them نحط مكانها اسم الجمع is weak. ممكن اسم اشاره جمع neither of these او those is weak. ده بالنسبه لنايذر اوف. تمام, احنا كده خلصنا جزئيه نايذر, فاضل لنا جزئيه واحده وهي عن نون. نون بتعني ولا واحد منهم, نون اوف, وبيجي بعدها اسم جمع او ضمير مفعول جمع او اسم اشاره جمع. تعالوا نشوف كده لو اسم جمع none of, none of the boys ولا واحد من البويز is here. خلي بالك ان في none ما بقصدش مثنى, بقصد اكتر من اتنين يعني جمع, لكن في either و neither كنت بقصد مثنى, وبوث كنت بقصد مثنى. في حالة بوث يبقى انا بقصد ان الصفة بيجمعوا الاثنين في نفس الصفه, هما الاثنين بيحصلوا على نفس الصفه, او هما الاثنين عملوا نفس الفعل, او يعني بقصد ان الشيئين تموا في نفس اللحظه. ولكن في ايذر بخيرك بين حاجه واحده, اما او, ايذر وور ونايذر ونور, يبقى انا بتكلم على اما ولا ده ولا ده. في نايذر ونور يبقى ولا ده ولا ده. تمام, طيب اسم اشاره احنا قلنا هنا ضمير مفعول جمع يبقى نان of them, حط مكانها them is here. لاحظ ان الفعل بيكون مفرد لان برضو في none بقصد حاجة واحدة بس, none of these او those is here. طيب ده بالنسبة ل none of, ودي كانت اخر حاجة عندنا none of the boys يبقى معاها of. عايزين نراجع بسرعة كده ونشوف both. قلنا both كانت دايما مرتبطة بأند, معناها إن أنا بوث يعني ده وده, يبقى أنا خدت الاتنين. طيب وأيذر مرتبطة بإيه؟ نفتكر مع بعض أور, ننساش أيذر وأور, بتخيرك إما ده أو ده. ونايذر ونور, نايذر ونور معناها ولا ده ولا ده. ونون أوف قلناها طبعا نان اوف من شويه, وهي بيجي بعدها جمع, وبتعني ان هو ما بتعنيش مثنى بقى, دي بتعني جمع, ولكن الجمع ده ما فيش ولا واحد فيه بيحمل هذه الصفه. يبقى برضو نان بتعني نفي, نايذر نفي, ايذر اختيار واحد من اثنين, بوث يعني بختار الاثنين مع بعض. وبكده نكون خلصنا الجرامر بتاعنا. اتمنى ان يكون الجرامر عجبكم. انا عارف ان الجزئيه الاخيره هي جزئيه يعني تقيلة حبتين, فاحنا عشان كده ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم, هنراجع مراجعة شاملة وكاملة على جزء الجرامر. هنديكم أسئلة كتير بحيث ان تعرفوا نوعية الأسئلة هتكون ازاي, وما تنسوش تفضلوا معانا بعد ثواني ان شاء الله هنحل الكويز, نحاول نحل الكويز مع بعض, وتكتبوها في الكومنتس الإجابات. وانتظرونا في الفيديو القادم مع التكريم, وحتى حينها أترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's quiz هو عبارة عن ثلاث أسئلة تصويب ما بين القوسين. علي is tall but حسام is, جايب لي tall بين قوسين.
جايب لي both بين قوسين of the two shirts fits you. Try other shirts. You can invite space. جايب لي either محمد and عمر. اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا اصدقاء القناة يوفقوا في الاجابة عن الثلاث اسئلة. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها، وانتظرونا في التكريم في الفيديو القادم باذن الله. وحتى القاكم في الفيديو القادم، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.